طبعا الهدف مرحله الاياب اول شغله نحسن وضعنا، ننطلق انطلاق افضل من اللي انطلقناها بمرحله الذهاب. وضعنا بالترتيب الدوري مش يعني مش الوضع اللي نحن بدنا اياه، ولكن مطلوب نحن ما نفقد الامل. ما في شك انه عامل الضغط كان هو العامل الاساسي، لانه يعني صارت العالم وحتى الصحافي يعني صارت تعد يمكن الانصار امتى بده ياخذ بطوله، قبل بكم بكذا، قبل بكم اسبوع من انتهاء الدوري، وهذا يمكن شكل شويه ضغط علينا وفقدنا التركيز بعده مباريات. بس برجع بقول لك يعني اوقات امور كثير غريبه بتصير بعالم كره القدم، مطلوب نرجع نحن نقدر نلم حالنا بهيدي الفتره لحتى نعوض اللي فقدناه بمرحله الذهاب. علاقتي طبعا انا واستاذ نبيل، اول شيء في صداقه قبل الشغل، هذه واحد. اثنين انا يعني استاذ نبيل بيعني لي كثير لسبب انه شال النادي اللي انا ربيان فيه من مشاكل كثيره، ويمكن رب العالمين بيعرف وانا بعرف قد ايه هالانسان عم يضحي بماله اللي هو هلا بهذا الوضع الصعب، ما بتلاقي هيك اشخاص بماله ومحبته لنادي الانصار. طبعا يعطيه الف عافيه، بيستاهل اكثر من هيك، بيستاهل منا اكثر من هيك. ان شاء الله نقدر نحقق له الحلم اللي هو براسه، والله يمده بصحته، لانه صدقني بهذا الوضع، بوضع البلد المأزوم والمشنج والمشاكل، صعب تلاقي اشخاص يضحوا مثل ما عم يضحي هذا الشخص.